يا بنات، بصفتي مديرة أقول لكم بلساني تحضروا عشان الرياضة، بس شوي بسرعة. أنا كم مرة قلت لك يا ماما ما تلبسين أي شغلة لحد ما أسوي لك فتحة لجنحتك؟ كل ما يخليها ترشية بذانك. بنات، شفتوا وين جوجو سيوا؟ لأن صار لها هواي غايبة. صدقيني لها بمزاج أقول لك، بس أنا ما أعرفها. آخر مرة قالت لي الحقيب لأني مريضة. غريبة، أنا صلي وين ما شايفة جوجو، خاصة إنها حفرتني. لما سألت شوية بنات عرفوها ليش، كانت إن هي تبغى شوية خصوصية عن نفسها. أو مو بس أنا حضرتني بعد كم بنية معاي. أنا ما متعودة على هالجي تصرفات منها أصلا. آها، عرفت، مبينة مريضة، مبينة. حنود، أنا كركديه، واليوم بعلمكم كيف أذاكر للاختبار. سمعوا لكم، ما أريد أي صوت يطلع من عندكم لما أروح، تمام؟ أصلا ما حدش بيفتح فوق. يا غبي، المعلمة قدامك يا أسامة. هلا والله. أنا مو قلت ما حد يطلع صوت، ها لو لا. أسامة، قسما عظما أنت أكثر طالب مزعج في هذا الفصل، أقسم بالله إذا سويتها مرة ثانية أقص ضفائرك. تخيل البارحة جونا يعني خطار، وأنا شنو سويت؟ دخلت يعني للمستقبل أدا سلم، انعثرت وطحت وطيحت الإقلاصات اللي عليها عصير، وطاحت على ملابس الخطار، وقعدت أنا أضحك وأمي تضربني، وهذه أحلى تحية مني. نفس شوي، أحسن من ما يكونون الأولاد موجودين هنا. إيه صح، ويا ريتهم ما يطلعون المزعجين. حاضرة المديرة، إلى متى رح نستمر بتمارين الضغط؟ حبيبتي، رح تستمرين لحد ما تموتين إن شاء الله قريب. يا جماعة، هذه جلسة تحط ميك اب في نص الكورنيش. لازم نحط مكياج. يا رب، في نص الكورنيش كده؟ لازم. هذيك عالم ثاني. ورود الطين موبايلي، حسبي الله على هذه المدرسة، خلي أمي تجي تاخذني أحسن. يا أخي، لا أجواء ولا أي شيء ولا حتى تمارين زي الناس. هاي جنة، ما أعرف قصدش، يعني يا موبايل يا هاي، لأنه أنا ما عندي موبايل. ورود، لا تستغبين علي بهذا الوقت، أنا والبنات تركنا موبايلاتنا يمك، بسرعة عطيني إياها. أخذتهن الوكيلة مني كلهن. أمجي، ترى أنا خليتها يمك ثانيتين ورحت، معقول أخذتهم بسرعة؟ بنات، على كيفكم؟ تمام، بس أريد نفهم، إحنا عفناهن شوية وياش، شلون أخذتهن المديرة؟ هذا كله لأن أنا ما أجت لعبت رياضة وياكم. بنات، أفضل حل إني أدخل من الأنابيب عشان أوصل للإدارة بدون ما حد تشوفني من المعلمات. أقف، بص، وموقف وموقف وموقف. يلا 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 يلا، لم كتبك واطلع منا. يلا خلاص خلاص، لا أشغل بالي بهذولا، أنا ما لي دخل فيهم أصلا. آخ آخ يا راس، ما كنت أعرف إنه في فتحة. فأخيرا قدرت أحصل على الموبايلات، خليني أخذهن بسرعة. ولكن لحظة، كان شكله مألوف. لا لا، هذه مساحات صبورة مو موبايلات. ايش الغباء؟ لا، اجت المعلمة. غريبة، كان يسمع الصوت هنا. بنات، كأن ورود تأخرت شوية. حتى إذا بقت ألف سنة إلا تجيب موبايلاتنا. أخيرا لقيت الموبايلات، أخيرا. أعوذ بالله، فجعتني، الله ياخذك يا وردل. هاي، أقصد كانت صدفة أن نلتقي، صح؟ يلا، مو مهم أصلا. أخ، هذه آخر مرة ما أروح فيها الإدارة وأتعاقب بهالشكل. هاي أنتي، إيش جاي تسوي هنا؟ ولا شيء، بس أبغى أروح الفصلي. تمام، أحتاج تسرعين شوي لين دق الجرس، سرعة لا تتأخرين أحسن لك. شكرا. أعتقد موبايلي، الحمد لله، والله بعد ما أخلي يمك يا ورود. رح أخلي دائما يمي، وأكسر إيدها اللي تلزم موبايلي مرة ثانية أحسن.
هلا ورود ياسمين، استوي ورجعت للبيت، ما اريد اي كلمة. لا تخافي، ما سألت هواي، بس شلون هربت جوالاتنا؟ الاحداث طويلة وناسة نصها يعني، ومن الاحسن تعوفيني بحالي. خالة عينك ايش اللي تغرب ببتي؟ تريد تجاوب وتريد ما تجاوب. هاي عنود. هاي. شنو قاعد تسوين؟ اشوف حلقة جابر لجاك. ليش؟ حبيت مرة الكرتون فلة، عجبك ولا لا؟ ها ايه عجبني يا اختي. طفش، ما عندي شي اسويه اصلا. لا والله، على اساس ان انا قاعدة احارب مع كريتوس. اجل تعالي بس، يلا نحاول نسوي الحلقة. 7 دقائق 8 دقائق، يلا تعال. ها يلا تمام جاية. تصدقين وانتي غايبة عنا عشان تروحين تجيبين موبايلاتنا صارت في اشياء هواي؟ ايه اعرف، سالفت لي اياها يا سمين. ديري بالك على نفسك، لانه باكر عندنا تفتيش في المدرسة. يأ مرة 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 يكثرون من التفتيشات هالايام. احسن لك تسدين الفيديو وتسوين حلقة عن هذا الشيء. اذا تعال الي يا سير، يمكنك اللعب مع بيتر واخ.